مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، اللقاء جديد ومباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، برنامجكم الحل بنيديك. تحية طيبة لكل أوفيانا وكل مستمعينا اللي كيتابعونا فين ما كنتو. كنتمنى لكم يوم سعيد ويوم موفق، ونتمنى أنكم دائما تقضيوا معنا أمتع وأفيد الأوقات. وككل يوم خميس حضر معنا الكوتش يوسف باصير، مدرب في إطار تطوير الدسي. مرحبا بك دكتور يوسف. مرحبا أختي كينا، مرحبا الساعة متأسدة متتبعي إذاعة ميد راديو أكاديمية ميد راديو، كما نقول دائما يوم مبارك وسعيد وكل يوم أنتم بخير. أستاذ يوسف، اليوم هنتكلموا على نقطة مهمة جدا اللي بزاف الآباء للأسف كيغيبوها في حياتهم. الأساسي في الأمر هو أن وليداتنا أثناء تربيتهم كيخصنا نكونوا حريصين جدا، لأن ذكائهم كيفوق الذكاء ديالنا. فللأسف بزاف الأخطاء كيرتكبوها الوالدين أمام ولادهم وما كيحسبوش لها الحساب حتى كيشوفوها في ولادهم. منها يقدر يكذب قدام ولده، نهار يكذب يتقلق منه، يقدر يدير شي تصرف غير مقبول قدام ولده ولكن ما يديرها هو ما يقبلهاش. وأخطر شيء هو أننا نربي ولادنا على الاتكالية وعلى عدم تحديد الأهداف في الحياة. جميل جدا أن ولادنا يكونوا عارفين شنو باغيين من الأول. يعني الإنسان كان حبت فكرة أن الطفل في واحد سن معين كيبدا يقول لك أنا طموحي ندير كذا، أنا غادي نشتغل في كذا، الطريق اللي غنسلك كذا، تيكون يعني عارف طريقه، عارف فين غيوصل، عارف مؤهلاته وفين يمكن توصله في سن صغيرة، وكيكون النجاح يعني بطريقة مبهرة وبطريقة قريبة وبزاف. فكيفاش نقدرون من خلال تجربة اليوم نربي وليداتنا على أنهم يحددوا أهدافهم منذ الصغر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحديد الأهداف للأبناء هذا من الأدوار اللي خص الوالدين الأب والأم والصاهرين على تربية الأبناء الأجيال ديالنا، حتى المعلمين كيتحملوا مسؤوليتهم في تنمية الحس ديال الهدف في الأطفال ديالنا وفي الوليدات ديالنا. هذا ماذا أريد في المستقبل، هذه قضية يعني كنربيوها في الأولاد ديالنا منذ نعومة الأظفار ديالهم، يعني في الصغر ديالهم. بمجرد ما كيبدأ الوليدات كيبدأوا يتكلموا، يبدأوا يهضروا، كنبداو نتكلموا معهم على أشياء في المستقبل، ومن هنا كنحلوا لهم واحد مجموعة ديال الأبواب اللي منها يدخلوا الواحد الهدف أو لحد الاتجاه اللي غادي يتجهوه في الحياة. القصة اليوم قصة ديال واحد السيد المعطي اللي عنده 4 ديال الوليدات، وهذا 4 ديال الوليدات بغاهم يكبروا في واحد المستوى لائق. بطبيعة الحال الرجل كان ذكي، كان عارف، وكان كيختار وليداته، يعني كيجلس معهم كيجمع معهم وكيبقى يسول لهم اش بغيتي ولدي تكون. واحد كيقول انا بغيت نكون طبيب، واحد كيقول بغيت نكون مهندس، واحد بغيت نكون لك هذا. فباش يوصل الانسان ما معنى طبيب، ما معنى مهندس، ما معنى استاذ، ما معنى مدافع على حمايه الوطن، ما معنى يعني هذه قيم اجتماعيه ربما كنسمعوا بها، ربما كنفتخروا بها، ولكن وليداتنا باش يحسوا بها ويفهموها لابد خصنا ندوقوها لهم. فكان هذا الرجل هذا كان كيبحث لوليداته على الاشياء اللي كتقربهم من هذيك التطلعات وذاك الامال اللي كياملوها. مثلا داك اللي بغى يقول لطبيب كيجيب ليه قصص او حكايات عن اطباء، عن المهارات ديالهم، عن التطوير ديالهم، فكيعطيها ليه. اللي بغى يقول لي مهندس كيبدا يجلس معاه ويتعامل معاه بالحسابات، يتعامل معاه كيف ما سموا حنا الكالكول مونطال، الحساب الذهني، وثم كيشجعهم على ان ينمي نفسه في هذاك المجال. اللي بغى يولي استاذ او اللي بغى يولي مفكر فكيجيب ليه قصص وكيعلمو انه يكتب، يكون يدوم مطلقه في الكتابه، وداك الشيء اللي كيكتب كيجدو هو كيحطو في واحد الكادر ويعلقو ليه في البيت ديالو، كيفتخر به وكيوريها للناس. دابا المهارات باش نكملوها لوليداتنا وباش نوصلوهم الهدف ديالهم، خصنا نعلموهم كيفاش ينظموا الوقت ديالهم، ثم نحبوا لهم مجالات اللي هي مفيده، ماشي ناخذوا لهم نماذج اللي هي غير مفيده او اشياء اللي هي بعيده على التطلعات ديالهم ونحطوهم في وسطها. ولدي مثلا كيبغي القراءه، فمشيش انا نحيدو من القراءه، من وسط ديال القراءه، ومشي ندفعو الى الموسيقى مثلا. الموسيقى فن، ولكن الا هو الرغبه ديالته في القراءه خصني نمي ليه القدره ديالته في القراءه ديالته، ونبين ليه فين يمكن يوصل الا قرا بزاف، الا شحال المعلومات ديال الذهنيه ديالته بزاف، الا طور بزاف في فين كيوصل. ولكن الا عندي ولد كيحب الموسيقى
ندخلوا المعهد ديال الموسيقى ويتعلم الموسيقى ويوازي بين القراءه ديال الدراسه ديالته اللي هي كلنا الهم ديال الاباء كلها حاول باش يكونوا وليداتنا ناجحين في الدراسه ديالهم، بالاضافه الى الدراسه يكون فعلا نجح في هذاك الميدان اللي يمكن غادي تفوق فيه اكثر، لان موسيقي قاري، فن ممثل قاري، مدرس قاري، افضل من واحد اخر اللي كيمارس هذه المسائل هذه بلا قرايه، مع احترامي للجميع. اذا هذا الرجل هذا يعني كان كيحاول باش في كل ولد او بنت من وليداته انه يختار ليه في المجالات ديالو، حتى في الالعاب، حتى في اللعب اللي ما كنبغيو نختاروا وليداتنا اللعب باش يلعبوا، خصنا نمشيو اللعب اللي هي كتوازي السن ديالهم وكتوازي الميول ديالهم، لان لما كندخلوا الجناح ديال الالعاب مثلا في المحلات التجاريه كنلقاو بزاف ديال ما يتباع. ولكن ولدي انا الا كان كيبغي يعني مغرم مثلا بالالعاب الالكترونيه ولكن مغرم بسياقه السيارات ولا كذا، غادي نختار لي اللعبه اللي توازي الشكل ديالو. واحد مغرم بالطب عندي العاب اللي هي فيها ديزاستريمو، فيها هذيك الاليات اللي كيستعملها الطبيب. واحد مغرم بالاعمال اليدويه، كاين هناك اشياء اللي كتستخدمها يدويا وخرج منها العجب. اذا هذا الرجل هذا هادشي هادي هو المسار اللي مشى مع وليداتو. بطبع الحال لا بد من الحرص على تنظيم الوقت ديال وليداتنا، وثانيا ان هذيك الموهبه اللي حنا بغينا نوصلوا ليها او داك الهدف اللي بغينا نوصلوا ليه خصو لا بد يتكتب ويبقى قدام الوليد فواحد مذكره مره كيرجع ليه باش كيعرف بانه هدفه في الحياه هو ان يكون كذا وكذا. فاي شيء السبل التي ينبغي ان يسير عليها يخطها ويكون واحد المرونه في التغيير من حال الى حال على حسب المعطيات المستجده في الحياه ديال الانسان، لان ما كاينش دائما كنلقاو داكشي اللي بغينا ودائما كنمشيو على وتيره واحده، فهناك تغييرات في الوتيره ديال الحياه ديالنا. فاذا الا احتجت الخطه اننا نغيروها كنغيروها ورجعوا الى الهدف ديالنا باش نبقاو دائما مستمرين عليه. فهذا هو هذه السياسه اللي عمل السيد معطي مع وليدته، والحمد لله تحقق فيهم ذاك الشيء اللي بغى وذاك الرجاء اللي بغى ان شاء الله. شكرا جزيلا لك كوتش يوسف بصير على كل هذه المعلومات اللي تقسمتيها معنا بطبيعه الحال، واكيد انه اللقاء مازال مستمر معك. غادي نتوقفوا لحظه مع فاصل اعلاني بعد اختيار غنائي وراجعين باش نستقبلكم، وحكي لنا قصتك على 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا حل خليوا فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدرهم احتساب الرسوم. أيضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة البرنامج واللي هي الحل بين يديك. فاصل قصير ورجعوا بعد نواصلوا معكم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. كنرحبوا بكل اوفيائنا بكل مستمعينا اللي انضموا لنا للحظه في الاستماع، وغادي نمشيو ناخذوا معنا اول مكالمه اليوم في سالها 05 22 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا حل خليوا فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. غناخذ معنا اول اتصال معنا لالا عائشه من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى. لاباس كيداير؟ كنشكركم بزاف مدرا اليوم من جنوب الحافه كلكم. بارك الله فيك لالا. مرحبا. انا خمس دقائق شويه عليك. شكرا البرنامج. تفضلي. لا بغيت نسول. نعم. دابا تفضلي كنسمعوك. بغيت نسول دابا هذوك سميتو اللي كيصيفطو لابونك، اش كيصيفطو لكم؟ إذا للأسف انقطع الخط بالله عائشة، حاولي مرة أخرى إن شاء الله تكوني معنا في المباشر. ودائما هذه فرصة باش تحكيو قصتكم لينا مستمعينا الكرام، تكون مولية على همومكم الداخلية، وبطبيعة الحال حنا معكم باش ندعموا بعضنا باش نستفدوا تجارب بعضنا، وأيضا نحاولوا أن نحطوا نفوسنا على طريق صواب. ناخذوا معنا لالا أمل من الرباط. مرحبا بك لالا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. كنشكرك مدام سكينة على البرنامج. الله يكبر بك. شكرا. حقيقة راني مرتبكة شي شوية. أنا واحد سيدة عندي 50 سنة. نعم.
الو كسمو كسمو تفضلي. عندي ثلاثة ديال الأطفال، كبير فيهم عنده 22 سنة. هذا الطفل هذا ماشي طفل، دابا راه تبارك الله راجل. نعم. مهم ملي كان صغير أنا كاع داكشي اللي كتقولوا هالطفولة الصغرى من عامين ستين كيفاش خصي نتعاملوا داكشي كله ما درتوش. نعم. معلوم ما درتوش باغ إنيورونس، ماشي ما كنبغيش ولدي. إيه لا بطلت الحلوة ما تفضل. ومهم ولكن من بعد ملي وصل المراهقة ما تعاملتش معاه مزيان، عنفته، المهم ضربته، المهم كاع داكشي اللي ما خصش يدار درته، وأنا نيت عصبية شي شوية. مهم ملي قرب يوصل البكالوريا ولا كيكني، من بعد ملي شد الباك ولاو تيجيو ديك كريز دونغواس. دابا هو يدي سويفي باغ ان بسيكياتر. مهم شنقول لك انايا هذا الشيء درتو باغ انيغونس كيما قلت لك، هاد لا نوسيون ديال الصحه النفسيه ما كانتش عندي كاع، ما كنتش كنعرفها غير بالاعلام باش ولينا كنعرفوا هاد الشيء. دابا هو عصبي بزاف، واخا متبع مع لو بسيكياتر سي فغي، هو شد الباك ولكن شد الباك غير كندفعوا فيه، ما عنده رغبه في حتى شي حاجه. خدا لا ليسونس ديالو في ليكونومي، قدم الماستر ما نجحش فيها، العام الاخر خدا لا ليسونس، دابا غير جالس وخدا لا ليسونس، وبحال انسان بحال قرا بحال ما قراش. انا دابا بغيت غير شي شويه، عرفت اللي عطاه عطاه ونعتوني باش ما بغيتي، وغلطت بزاف غلطت وكندم. دابا بعدا كاين عنده الاخ ديالو عنده 15 سنه، كاع داكشي اللي كنت كندير معاه كيديروا الخاه، دابا كيعايروا يغوت عليه، المهم العلاقه بيناتهم متوتره. بغيت غير شويه نرجع ايش شويه نرجع شي حاجه زعما، الى لقيت ما نصلح. نعم. لالا امل. نعم. دابا ولدك اللي هو 22 سنه، دابا وصل السن اللي خصك انت تكوني مصاحبه متي وياه. غادي ما غتعامليش معاه كولدك، غتعاملي معاه كهو الراجل ديال الدار. عندك الزوج ديال كاين. كاين وراء كما كانش هو كما عارفين. وكي كيدير الزوج ديالك مع الولد ديالو في معامله؟ هم كيتعامل مزيان مع ولادو. ايوا انت غتاخذي نفس النموذج ديال الاب، غتقول له دابا انت ولدي كبرتي وليتي عندك 22 سنه، دابا انت وليتي راجل، غادي نبدا نتشاور انا وياك ونبدا نعتمد عليك، وانت دابا راه وصلتي لواحد السن اللي ما بقيتيش هذاك الوليد الصغير اللي كنغوتوا عليه ولا نعنفوه باش يقرا ولا كذا. الحمد لله دابا انت وليتي المستقبل ديالك. لا خص تقولي هذا الانجاز، هذا يسمعوا منك، خصو يسمعوا منك، يسمعك بانك انت تحولتي في لاتيتود ديالك، انت كنتي شاده واحد لوكاب وغتبدلي لواحد لوكاب اخر. هذاك الاتجاه الاخر اللي توجهتي ليه هو غادي ترفعي ليه هو من المعنويات ديالته، وغادي تصحي ليه بانه فعلا رجل يعتمد عليه. من المشهد الاجازه ديالته راه عمل خطوات انت، الحمد لله تعالى، لانه مع داكشي اللي قلتي كله يعني وصل لك لهذا المستوى. هذا اش بقى دابا؟ بقى غادي تربي ليه الثقه ديالته في النفس. باش غتربيها في الثقه في النفس غادي تربيها ليه عن طريق الاعتماد عليه. بغيت نبدا نعتمد عليك ولدي في هذه، ونتشاور انا وياك، وانت هو الراجل ديال الدار، وانت هو اللي كذا، وانت هو الكبير ديالنا، وانت هو العقل ديالنا، بغيناك تكون قريب لينا وتكون قريب المسؤوليات ديال الدار. يعني واحد المسائل اللي هي تخليه يحس يشعر بانه فعلا راه وصل لوقيته اللي خصو يهز شويه المسؤوليه. لما تفكر بانه كيخصو يهز المسؤوليه، معناه انه ما غاديش يبقى هو براسو، غادي تجيه واحد الاشاره في الذهن ديالو كتقول ليه يا فلان الاسم ديالو، تقول له بانه خصو ينوض ويكمل المسار ديالو اللي كان بداه. وصلت الاجازه، الماستر يمكن ما تفوق شيء باش يدخل ليها الان، نظرا لمحدوديه الاماكن في الجامعات ولا القله ديال التخصصات اللي كاينه ولا كذا، ولكن راه ماشي الاخر ديال الدنيا. مصر يمكن يدخل تقيد في العام الجاي، تقيد في العام اللي من بعد، تقيد في العام بعد 10 سنين يمكن تقيد فيه، ولكن الان يدخل المجال العملي، يختار نفسه وظيفه، يختار نفسه واحد المهنه، يختار نفسه واحد الحاجه اللي تخليه يكون انسان يعني حركي عملي في المجتمع، ولكن ما غاديش يبقى جالس مقابل مريح ومقابل نقير مع خوته وكذا. ثم ما يتعلق بالاخوه ديالته، قل دابا انت خوتك غادي يوليو مسؤولين منك، يعني انت اللي غادي توجههم وانت اللي كذا، ولكن ما تعنفهمش. يعني هاد رسائل كنصيفطوها بشويه، ماشي كنصيفطوها كل دفعه وحده باش ما نكثروش عليه. ثانيا نبداو نصيفطوا ليه وحده وحده باش يعرف بانه فعلا
راه الا كان كيقول لي دماغه بانكم تعديتوا عليه نتوما واحد الوقت ما عرفتوش كيفاش تتعاملوا معاه، دابا جا الوقت باش هو يعرف كيفاش يتعامل، لان داكشي غيتعامل مع خوتو هو اللي غيتعامل مع وليداتو ومع الزوجه ديالته في المستقبل 22 عام راه ولا على مجاريف باش يفتح بيت. لذلك من دابا نهيئوه لهاد المسؤوليات، نهيئوه لهاد التعامل الجميل والتعامل الحسن، وقالوا دي حنا غلطنا، حنا كنا كنبغيوك وكنا بغيناك باش تكون وكذا، داكشي علاش غلطنا، كنا كنضربوك ولا كنا كذا، ولكن راه وليدك شي كله لمصلحتك. راه ماشي عيب ان الوالدين يضربوا ولادهم، ماشي عيب، غير حنا كنقولوا في المنهج ديال التربيه ما يكونش الضرب، وكلا الناس الا الناس تعلموا على الضرب ما يديروا. ولكن كوتش يعني حتى نعم. الضرب راه فيه وفيه، راه الرسول صلى الله عليه وسلم يهمي ما كتنفعش له، لا ما كيفاش داكشي اوصى بعقاب، ولكن العقاب ماشي بالشكل اللي كنشوفوه دابا. حتى يعني حتى الاطباء دابا تيقولوا دير الولد الا ما ركزش معاك على الخطا اللي دار ملي تقدر تضربوا عليه ديته بشويه على السن ديال 3 سنين وانت ولدي 4 سنين ولكن 12 عام تضرب فيه 7 سنين و10 سنين، لا 7 سنين 10 سنين كيكون تاديب. غير حنا كنقولوا بانه ما يكونش وسيلتنا، ما يكونش وسيلتنا الاولى، حنا عندنا اختيارات اخرى. ما تكونش وسيلتنا الاولانيه هي الضرب، الضرب كيكون هو اخر شيء ممكن نوصلوا ليه، ولما كاع نوصلوا لهذاك الضرب نقولوا واش انت بغيتي باش نعاملك بحال الحيوان اللي ما كيفهم شيء، لما انت كتفهم وعطاك الله العقل وعطاك ميز وكذا ما تخليش اني نضربك. برك اللي تكلمت انا وياك ولا اللي هضرت انا وياك راه كافي. لذلك دابا انت جا الوقت اللي غتصحي مع الابن ديالك هاد المسائل هذه، وتحاول انه تجلبي ليه الثقه ديالته فيك ويقرب لك احسن ما تكوني كتعن فيه. والنهار اللي تبغي تفكري انك تعصبي قولي انا اش غادي يجيني من هذا التعصب هذا، الا تعصبت غادي نضر ولادي وغادي نضر نفسي، لان اول شيء كيضر الانسان هو اللي ما كيتعصب هو على الاخر، هو براسو كيولي كيغزل، هو براسو كيولي ماشي في حد حاله ماشي هي هذيك، ما كيبقاش تحكم في اعصاب ديالو. اذا لاش نتعصب باش نعصب واحد اخر ولا باش نادب واحد اخر؟ داكشي يمكن لي ندير بتعصبي نديرو بهدوء وبروده ديال النفس. اذا هذه مسائل اللي خصنا نتعلموها ونتمرنوا عليها باش نصحوا العلاقه ديالنا مع وليداتنا. نعم ناخذ معنا الاتصال التالي. عفوا سمحوا لي معنا لاله لطيفه من سطات. مرحبا بك لاله. الو السلام عليكم لاله. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا على البرنامج وشكرا الكوتش. الله يخليك. عندي واحد المشكل مع ولدي، عنده 12 سنه وفي سنه التاسعه، والمشكل اللي عندي معاه انه ما كيديرش لي دوفوار ديالو، حتى كنوض انا كنقول ليه اجي نديرو لي دوفوار واش عندك ما تخدم. اهتمامات ديالو فقط في كره القدم. غير مؤخرا دابا جاب لي دي موفيز نوت، يعني في تقريبا المواد كلهم، لدرجه انه صافي ما بقى اليومين دابا ما كنهضرش معاه. وهو حتى هو انقطع قال لك ما ناكلش، انا باغي نموت صافي، ملي ما كتهضريش معايا ما غاديش انا صافي، لانه عصبني لواحد الدرجه. كنخدم معاه ودنا لي ساعات اضافيه ودنا لي اساتذه وكل شيء، حاولنا مع جميع الوسائل، يعني ماشي هذه السنه فقط، يعني سنوات واحد 3 سنين. هو دائما بدا كيتراكم دوك لي موفيز نوت كل عام، غادي يعني الاسوء من اسوء لاسوء. نعم. ودابا السؤال ديالي اللي خليك، واش انه لان انا كنتعصب مع الدرجه كثيره، واش انه نخليه يعتمد على نفسه؟ الا اعتمد على نفسه انه ما كيديرش لي دوفوا ديالو كما يجب، ولا خصني انا دائما خصني المراقبه، خصني نجلس معاه، خصني، وما عنديش غير هو بوحدو، يعني مسؤوليه شويه صعيبه. لا لطيفه، بطبيعه الحال غتكوني قاريه شي بركه ياك. ليسونسي في الدغوا. مزيان، دابا تبارك الله خير وبركه. لابدا قدام النهار اللي كنصيفطوا وليداتنا للمدرسه، النهار اللي كنصيفطهم في اول السنه، اول شيء كيعملوا الاساتذه مع التلاميذ ديالهم، وكيعطيهم واحد الحاجه سميتها البرنامج الزمني لومبلوا دي طون ديالهم في المدرسه. يعني كيعطيهم الايام ديالهم 2 3 4 5 الجمعه، الخميس الجمعه اشنا هو، اولا بالنسبه للناس كيقراو السبت اشنا هو المواد والتوزيع ديالها على حسب السوايع ديال الدراسه. راه بالموازاه مع داك البرنامج الزمني ديال المدرسه خصو يكون عندنا حنا واحد البرنامج الزمني لوليداتنا في الدار. يعني ولدك كيدخل في العشيه من المدرسه نهار الاثنين كيسالي مع 4 العشيه مثلا، عنده نص ساعه اولا ربع ساعه باش يوصل للدار، كيبدا البرنامج الزمني ديالو. البرنامج الزمني ديالته فيه واحد الساعه ديال الاستراحه، ثم فيه واحد ساعتين اولا ساعتين ونص ديال لي دوفوار وديال الدراسه وديال داكشي اللي خصو يتنقل وداكشي اللي خصو يتصاوب، فواحد المده ديال ساعتين ونص اولا 3 سوايع بطبيعه الحال كتخللها فترات ديال الراحه.
وثم بعدها كتكون واحد واحد ان بريك يكون يكون واحد الفتره اللي هي متزعجه شويه الجد اللي تفرج فيه في واحد المسلسل او لا فيلم او لا هوايه من الهوايات او لا شي حاجه في التلفزيون، ثم يرجع من جديد الى الدراسه ديالته بعد ما يكون تناول الوجبه ديال العشاء ديالو بكري، يبقى لي واحد الساعه يقراها وثم يمشي ينعس. هذا ما كنديروش مع وليداتنا دابا، هذا هو ماشي مشكل ديالك بوحدك، انا كنتكلم مع جميع الامهات كلهم اللي عندهم نفس الحاله ديال هذا الابن ديالك. هذا وليداتنا كيجيو كيلوحوا الشكاره في الدار وكيمشيو كيلعبوا في الزنقه. كره القدم راه هذه هوايه او لا هذه رياضه، ولكن ما خصهاش تاكل لنا الوقت ديالنا يوميا. هذا هو المشكل ديالنا الان دابا اللي كنعاني منه، لان انا من جمله المسائل اللي كنت غندير في المدخل ديال هاد ديال هاد ديال هاد الحلقه هذه هو تنظيم الوقت. وتنظيم الوقت معناه انه في هذه الهوايه او لا في الهدف ما حطوش هدف انه غادي يخرج لينا كيلعب كره القدم. كره القدم هي رياضه يعني ربما كره القدم نقدروا نجعلوا منها حافز لهاد الولد على انه يقرا، يعني تقدر تجيب ربما نماذج اللعابه كبار اللي يقراو اللي ربما هو كيعشقهم، وتبينوا تبين له المسار ديالهم بانه بلا قرايه راه ماكش هذيك الكره يكون فيها في المستوى، يعني ربما تكون محفز ليه باش يقرا. غير كان ما بغيناهاش تبدا تاخذ لنا وقتنا الكامل، لان هذا المشكل. كنلقاو وليدات اللي كيلعبوا ثلاثه الماتشات في العشيه، ثلاثه ديال الماتشات، ماتش تبع ماتش ديال مع ولاد الحومه وعلى المدرسه مع لعله ولاد الجامعه اللي هما فيها، في حين انه وقت الدراسه ما كاين شيء، والوقت هو وقت ديال الدراسه. اذا خصنا نعطيو لهاد الرياضه نعطيوها وقتها في الاسبوع، اما في الويكاند في النهار مع الصباح او نهار الاحد مع الصباح، نعطيوها واحد الوقت تاخذو، ما كاين حتى شي اشكال. العقل السليم في الجسم السليم، ولكن باش يولي الرياضه كره القدم كل نهار لا، لان عندنا برنامج زمني خصنا نخدموا عليه، فيه دراسه، فيه حفظ، فيه بحث، فيه انشطه الاخرى اللي غادي تعمل باش يمكن لينا نعملوها. وهادشي راه هذا المجتمع كله ماشي بحال هكا، حتى مع الكبار كنكونوا في مجالس كلشي ساكت، ولكن بمجرد ما تجبد كره القدم كلشي كيهضر. نعم، ونمشي للحضاره لانه ما استطعناش اننا نطوروا وليداتنا ونقفزوا بهم. نعم. اللي بغينا نتكلموا عليه هو برنامج زمني، غير سمحي لي، برنامج زمني للوليدات ديالنا ونحرصوا على التطبيق ديالو. معناه لما نشوف ولدي في واحد الوقت اللي كيخصو يكون جالس كيراجع وما كيراجعش شيء، غادي ننبهو ولدي روح القرايه هذه، نتقرا وباقي لك نص ساعه غتجلس تلعب اولا غتجلس ترتاح مع راساتك. اما تجي يبدل لي هو البرنامج، فهذا هو الذي لا يقبل مع الوليدات. راه لا بد من شويه ديال القسوه من اجل باش نحقوا لهم الاهداف ديالهم. نعم. تفضل لله ونمشيو لحدا فاصل اعلاني ونرجعوا معاك كوتش يوسف باسر. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. كنرحبوا بالجميع وبكل اوفياءنا الكرام اللي كيتابعونا، حنا دائما معكم حتى للربعة. غادي نمشيو ناخذوا معنا لحظه اتصال. معنا لالا صفيه من سلا، مرحبا بك لالا. السلام عليكم لالا، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج الاخت. مرحبا. بسببكم نتوما ولينا كنتعايشوا كاسره، وهي راه المغرب كامل. الحمد لله. صراحه الله يجزيكم انتم بخير، الله يجزيك بخير. كنفكر الكوتس يوسف وبغيت الله يخليك نسولك. عندي واحد الوليد في 25 في شهر 11 هذا اللي داز كمل 12 عام كونه بوحده. ملي كان صغير كنت كنمشي انا للخدمه لان خدامه، كيبقى بوحده. نعم. كيجلس بوحده، وليت كنكتشف فيه ملي كندخل انا للدار كيمشي هو عاوتاني لبيته، يعني ولا كيرتاح في ديك بوحده. نعم. كنحاول نقرب منه، حنا مصاحبين الحمد لله، كلشي كنقولوا ليه كلشي كيقولوا ليا، ولكن كنحس بهاد الاشكاليه هذه لدرجه دابا وليت كنقول واش حنا غير كاريين في الدار انا وياك، ما كنجلسوش الا شي شويه في الليل هكا، لا عيطت له اولا دخلت عنده انا لبيته غنرسم معاه ولا غنقراو بجوج، لا انا كنحفظ شي حاجه ديالي هو كيحفظ مسائله، انا نعرض عليه هو يعرض عليا، ولكن مع ذلك كنشوف فيه هاد العزله. وكنشوفو دابا حتى اونيفو ديال المدرسه، جيتي اليوم مع شي واحد جيت بوحدي، علاش ما يمكنش؟ لا انا من الاحسن هكا، راه كنشوفي شنو كيقولوا شنو كيديروا امامنا، خصو يعني المسائل كلها تكون غاديه بواحد الانضباط بواحد المعقوليه، وهو مع ذلك باقي صغير. نعم. ما كنشوفش فيه داك روح المرح كثيره، ما كنشوفش فيه داك الاندفاع بلا قياس، ما فهمتش، خفت تكون عنده شي مشكله دكتور الله يجازيك بخير. نعم. كاين واحد الحاجه بنتي سميتها التعود والعاده،
العاده كنتعاودوه شي بعض الاشياء وكنرتاحوا ليها. راه الانسان باش يكون بوحدو راه بالعكس هي راه مزيانه الا غنستمروها بواحد الطريقه مزيانه. الواعر هو ان الوحدانيه تدينا الاكتئاب، اما الا كانت الوحدانيه غتخلينا نفكروا تخلينا نجتهدوا تخلينا نكونوا مزيان في الدراسه ديالنا كنديو الواجبات ديالنا مزيان. اللي بغيت نسمع منك هو انه لما كتجي من العمل ديالك اني غادي كندير واحد جلسه مطوله شي شويه على يعني واحد الصيني ديال القهوه او الصيني ديال اتاي مع العشيه ونجلسوا نتكلموا على اشياء خارج داكشي اللي كتقراي انت وخارج كيقرا هو، مسائل كتعلق بالمجتمع، مسائل كتعلق بالفلاحه، كتعلق بالحاله الاجتماعيه ديال الناس، كتعلق بكذا. علاش؟ باش الانسان يبدا يفكر في المجتمع ما يبقاش يفكر غير بوحدو هو. لما تجيبي لي خبر مثلا من الاخبار اللي هي عجباتك في الاذاعه مثلا حول شي اختراع جديد او لا حول شي ابتكار او لا حول شي مساله اقتصاديه تزاد في البلاد ديالنا ولا كذا وتنوهي بها، كتشجعي انه يهتم يكون عنده واحد اهتمام بالشان الوطني ديالو مثلا. لما تجيبي لي فكره من الافكار اللي سمعتيها في العمل ديالك او لا في الدراسه ديالتك او لا في بعض الاشياء مزيان. لما تجي تحكي لي قصه من القصص اللي وقعات وانت جايه في الطريق شتي واحد المنظر حتى هو باش يعاود لك هو من المسائل اللي كيشوف. اما باش لما يكون قد انا ما بغيش نجي نخلط الدراري انه كل شيء اش كيديروا ماما، معنى ان هذا الوليد هذا عندك راه واعي راه عارف بانها هناك واحد الطريق اللي هي مزيانه وهناك الطريق الخايبه، هو اختار الطريق المزيانه باش يبعد على واحد الطريق اللي مشاو ليها واحد مجموعه ديال الوليدات. اذا ما انتبهي ما يقلقكش هاد الحاله هذه، وانما خصك انت تزيدي من السوايع اللي كتكون فيها مجموعين مع بعضياتكم تخلقوها فرصه اجتماعيه، ماشي فرصه تكلموا غير على داكشي كتقراي انت ولا كيقرا هو. اجي نحفظوا اجي نراجعوا، ولا نتكلموا على السوق ونتكلموا على الشتاء نتكلموا على الحاله الاجتماعيه نتكلموا على التاريخ ديال البلاد ديالنا ولا على الاعياد الوطنيه اللي حنا جايين اعياد دينيه واعياد وطنيه نتكلموا عليها ونجبدوا واحد القصه من القصص الواقعيه واحد القصه قريتيها قصه سمعتيها اخبار ديال المجتمع اللي عشتيه مع الجيران ولا هذه مسائل كلها نشاركها معاه ونتسنطليه نخليه هو يتكلم نخليه هو يعبر باش نشوف التعبير ديالو كيفاش هو كيعبر. كيعبر بايجابيه مزيان، الا كيعبر بسلبيه فهاد الحاله هذه خصني ننبهو الى ان ينظر الى الاشياء دائما بايجابيه، فراه في كل حاجه سلبيه كاين اشياء ايجابيه نشوفو حنا ايجابيات باش يكون هو ايجابي. هذا هو اللي نطلب منك. نعم. اما باش يخلعك هاد الحاله ديالو راه ما تخلعكش شيء، وانما كنقول انك زيدي وطولي في الاوقات والساعات اللي كتجلسوا مع بعضياتكم جعلوها ساعه ديال المرح ساعه السرور. نكتي ليه جبدي ليه نكته يعاود لك حتى هو نكته عاودي ليه حكايه راه موجود ما يدار موجود من اشياء كنقرا في السنه النبويه كنقرا في سيره الصحابه اشياء اللي كتضحك واللي يمكن لي ندخلوها البيت ديالو نكتو بها علاش لا. مرحبا. وناخذوا معنا واحد الرساله كتقول السلام عليكم، انا حسناء من طل البيضاء، عندي مشكل كنحس به كبير من اكبر مني وثقيل عليا وما قادراش عليه. انا في عمري 22 سنه سنه ثانيه في علوم اقتصاديه، يلا كسبت كتابي في واحد السيد عنده 40 سنه مهندس وبالغ المستوى العلمي والمعرفي عالي ومثقف، فايت ليه مزوج ومطلق كيف ما قال لي كانت مراتو ما كتهلاش فيه ومهامله هو اللي طلقها. دابا المشكل اللي عندي اننا درنا العقد ومشيت عنده درنا العقد يعني بحال درنا العقد اليوم ومشيت عنده الغد ليه وبت معاه، وكتقول حنا متفقين انه ما غادي يكون بيناتنا حتى شي حاجه حتى مورا العرس اللي غادي يكون في شهر 3، وعائلتي هي اللي قررت الموعد. هو كان باغي غير العقد وحتى انا بغيت ندير العقد، هو كيبغيني بزاف وما عمره ما ضغط عليا في شي حاجه. نهار مشيت عنده وقع اللي وقع بيناتنا وكنا في قمة السعادة والرضا، قال لي باغي وليدات، قلت ليه إن شاء الله في شهر 3 ما بقى والو، قال لي لا أنا بغيتهم دابا. هو غير كيضحك واخا هكاك يعني تصرفت واحد التصرف معين، ويقول لي باللي هو ما عرفش بون كتقول لي انا نط وما عرفتش علاش نط وكان اكبر غلط درته في حياتي صافي. قال لي شفت في عينيك الشر، انت شفتيني معاك مزيان بغيتي تحكمي فيا بغيتي تحكمي فيا وانا ماشي هكذاك نهائيا. انا ملي نط نويت نتفشش عليه باش يقول لي علي الشيطان، اذا بكل شيء كل شيء تشتت. ودابا كيقول لي انا باغي بنت الناس اللي ظريفه ماشي راجل معايا في الدار. انا شفت عينيه الشر في عينيك الشر، كنت غلطه وكنت غلط وكنت حطك في مرتبه عاليه بزاف. المشكله هو ان كل شيء كيشكرك وكنشوف منك هذا الشيء
نغصي عليا حياتي ما نسمحش ليك، وانا شفت داكشي يقين ماشي شك، وما نقدرش نعيش ومعاك طعنتيني في كرامتي وتيقتي بلي نقدر نبزز عليك شي حاجه. انا مطلق الاولى باش نعيش حياتي وندير وليدات سعاده، دابا انا بريئه وحكم عليا حكم اللي ماشي انا. انا كنخاف الله وما نقدرش على الشر، دابا ملي كنقول ليه شنو غيوقع كيقول لي يدير الله خير، وهضرتو عليا كامله سخط وندم علاش زرب وانا ماشي كما كان كيفكر. قول لي شنو ندير وصبروني مع معوده لحتى حد، ودارنا الا سمعوا هذا الشيء غادي يقولوا لي هو اللي ظلمني حيت عارفني انا ما كملتش، ولكن ربما هذا مشكل اللي كيوقع بزاف ديال البنات للاسف. نعم اللي كيكون ربما البنت ما كتكونش عندها درايه كامله بمجموعه من الامور، وفي بعض الاحيان كيكونوا بعض الازواج اللي كيقوموا بشي 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 امور كتكون نتيجه عكسيه في الاخير. على كل ما يتعلق بهذا القضيه هذه، هي عندها واحد المجموعه ديال الاشياء. اولا قله التجربه، ثانيا الثقه العمياء اللي كتوقع في بعض الاحوال، ثم ثالثا واحد المقارنه اللي كيعملها الزوج المطلق ولا الزوج المطلقه مع بالمقارنه مع الانسان الجديد اللي تلقى معه. وفي الحال واحد الانسان كاتب كتاب ديالو، كتب يعني حضروا الشهود، كاين يعني الاشياء كلها اللي كتعلق بالزواج كلها حضرات، كاين الرضا وكاين القبول، كاين اجاب يعني اجاب القبول، كاين الشهود، كاين العقد الصدق المسمى، ثم تكتب العقد بين الناس. اذا هاد الناس هما متزوجين شرعا، راهم متزوجين يعني ما قاموا الا بشيء اللي هو ممكن يدار يمكن امام العائله ولا امام كذا، راه ما غادي يدار حتى شهر ثلاثه، وانما دار في واحد الوقت معين. هذا مساله ما غاديش نسالوا عليها لانها ماشي جريمه شرعيه، ماشي جريمه شرعا، ماشي جريمه. لكن التفشاش ديال البنيته على الزوج ديالها، هذا هو اللي خصو، هذا هو اللي خصو يكون معروف، ان واحد الانسان اللي هو مجرب ومزوج ماشي بحال الانسان اللي هو يلاه جديد. وبطبيعه الحال الانثى كتبغي داك شويه ديال الدلال، وكتبغي شويه ديال الاعتناء وشويه ديال كذا، وهذا هو يعني انطلقت يعني دون مانيير سبونطاني يعني بواحد لا 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 تلقائيه انها عملت هذاك العمل. ولكن هو يقارن لانه لعل ما تعلق بزواجه الاول كان هو انه لما كيبغي يتناقش كيلقى راسو كيتناقش مع انسان اللي هو في الصفه يعني الخلقيه راه انثى، ولكن في المعاملات راها بحال الراجل داك اللي كيرد الهضره واللي كي ما عجبوش الحال، واللي الا قلتي كلمه يقول هو 10 ولا قلتي كذا، وهذا لعله كان هو السبب اللي كان وراء الطلاق الاول. فالان ما اش خصك تعملي الا لا حسنه، وانك ترجعي لهذا الزوج هذا وتكلمي تشرحي له هادشي اللي شرحتيه حنا، تشرحيه ليه هو، قول لي انا راني غير بغيت نتفش عليك، انا بغيت غير كذا، انا بغيت كذا، لانه الا كان هذا السيد هذا مثقف وراجل ديال التربيه وكذا غادي ياخذ هذه المسائل هذه على اساس انه تكون عنده ضمانات انه ما غاش تبقى تصرفي معاه التصرفات هذه. والا راه حتى واحد ما كيبغي انه يعيش مع واحد الانسان اللي هو دائما متشنج هو وياه، ما يمكنش. فالحياه الزوجيه راه حياه حلوه وحياة جميلة، ولكن على الطرفين الا عرفنا كيفاش يعني عاوتاني هنا تصرفوا فيها على الجميع. نعم يعني ماشي طلب منها غير هي اللي خصها تكون الحال العبد المطيع، حيت هو يا علاقه شرعيه العلاقه النبي الان. الا كان كيسمعنا، الا كان سمعنا غنقول ليه اسيدي الرجل اللي تزوجتي حسنه، حاول انك ترجع للضمير ديالك، لان هذه ما هي الا بنيه صغيره. راه النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشه بنت ابي بكر الصديقه رضي الله عنها ام المؤمنين، راه كان كيجيب لها صحاباته كيلعبوا معاها. يعني انت ايها الرجل اللي تزوجتي بنت صغيره، حاول انك تجيب ليها شي اشياء ترديها بها، يعني تلعبها، تخرجها، تسرى بها، ضحكها، لان راه بقدريه صغيره. ومن بعد
غتربيها على يدك كيف ما بغيتي. انا تعاملها كانها امراه ديال 40 عام ولا ديال 50 عام اللي يدات في اليوم وجابت، فهذا لا. اذا ما ناخذش داك الموقف ديالها كانه موقف انها بغات ترجع عليه، وانما ياخذها بانها بنيتها راه لا بدها خصها شويه ديال المرونه من جهتك انت الى غير ذلك. الان دابا هي اللي كتطلب، دابا هي اللي اتصلت بينا. هاد السيده هذه صيفطت لنا هذه الرساله، كنقول لها صيفطي للزوج ديالك رساله اولا سيري انت عنده وبطريقه لابقه بواحد الهديه وتجلسي معاه، قول له انا راه ماشي قصد ديالي اني كذا حاشا، انا تعلمت في دارنا اني نطيع الزوج، تعلمت في دارنا اني نتادب انا وياه، تعلمت، وانما تصرفت هذاك التصرف معك لانه بغينا غير بغيت غير نتفشى عليك شويه، انت خديتيها مني ما فهمتينيش وكذا وقع سوء تفاهم. نعم. فاسمح لي انا اسمحك في هذه المساله هذه. نعم. وان شاء الله ترى غادي يدير الله خير ما يكونش. ونمشيو لحظه فاصل اعلاني ونرجعوا معك كوتش رجعت لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما الى حدود الساعه الرابعه. كنرحبوا بكل اوفيائنا الكرام، احكي لنا قصتك على 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80 ثمن الرساله 6 ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج واللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا اللحظه سي يوسف من مراكش. مرحبا بك سيدي. مرحبا سي يوسف. مرحبا عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شو كاينه؟ مرحبا سيدي، الله يطول عمرك. نشكرك بزاف الدكتور يوسف. مرحبا. الله يخليك. مرحبا. تفضل. تفضل سي يوسف. عندي واحد الدريه ما بقى، كانت الاول مجتهد ملي دخلت تحضيرتي قريت في الثالث دابا، وكان في الاول مجتهد ودروك ما بقاش، ولا تشطني مع اللعب وما بقاش بيقرا، لا ما قلت لي يقرا ما بقاش بيقرا. نعم. لا تيخرج بزاف تيد الحفل الليل، عنده شي 8 سنين. هذا ولد؟ ولد ايه. ولا عنيد يمشي بلاصه. هاد الوليد هذا اللي عندك اللي كيخرج في الليل في اوقات اللي هي خارج اوقات اللي خصو يكون في الزنقه، دخلوا للدار. ما خلينا ما درنا ما تضرب امه ولا تهز البيكالا يخرج يلعب، ما باقيش يدي في القرايه. على هاد الدار عندكم عندهم شي ساروت؟ عنده الساروت هو تيهزو راسو. لا غادي تسد الباب بالساروت وغادي يجلس في الدار، لانه عندنا واحد الوقيته خصنا يكون عندنا فيه واحد شي صرامه. كاين وقت ديال الخروج في الزنقه، كاين واحد الوقت اللي خص الوليدات يكونوا داخل البيوت ديالهم، خصهم يكونوا داخل البيوت ديالهم، ما فيها شيء غلب عليا ولا بغى يخرج ولا عنده هادي ولا ما كايناش هادشي، هاد المسائل هادي ما كاينه شيء. اللي عندنا انا كنت ما تنضربوش في الاول، ودا هادي قالت لي ما بقيتش يخاف مني ماما اللي تضربو. يا ماما ماما كنتحكم فيه، لما غتدخل غتقول ليه دابا وقيله غندخلوا ما غنخرجوا شي من الدار، غادي تجلس انا غير ما غترجع الدور وزياتك اولا غتحفظ اولا غتخدم بطبيعه الحال. والا الا خلينا هذا الوليد هذا الولاد اش بغاو؟ الولاد بغاو يخرجوا، بغاو الراحه، فين ما كاين الضحك يضحكوا، فين ما كاين اللعب يلعبوا، هذا هو اللي بغاو الاولاد. وحنا كنعرفوا بان مراكش هي المدينه اللي الليل فيها كي الناس كيسهروا وكذا، فتا هو غادي يبغي يمشي يخرج يعمل داكشي اللي كيعملوا الناس كلهم، في حين انه لا، راه اللي كيجي لمراكش كيجي كيدوز الويكاند ديالو كيرجع بحالته للعمل ديالو. يعني ما ساكنش في المدينه بالضبط، ساكن غير في برا، غير في الباديه. في الباديه المعروف انه ملي كيغرب ملي كتغرب الشمس وكيظلم كيظلم الحال، الناس كيدخلوا للبيوت ديالهم ما كيخرجوا زي يخرجوا منهم، كيجلسوا المسائل ديالتهم. اذا خصكم يعني شويه تكونوا كل شويه ديال تكونوا صرامه شويه صرامه، ولفت عليه ولف لحمو على العصا ما بقاش عندهم مشكل، ما يضربوش ما يضربوش كيضربوه، غادي يدخلوا للدار ديالهم ويخليه وسط الدار صافي، ما فيه ليله ولا حتى خليه يتركل ويجدد وياخذ راحته صافي. كاين النهار الاول النهار الثاني ما يفهم بلي كذا، لانه حتى الا بغى شويه يطيعكم عندكم مسائل اخرى باش يطيع. ملي غادي يجي يقلب على الماكله ما تعطيوش ياكل، لما بغى يجي يقلب على شي حاجه من داك الرغبه ديالو ما تعطيهمش ليه، لان هاك ورا واش بغيتي تخرج بغيتي تلبس مزيان بغيتي كذا، وانت انت راه عندك واحد الانضباط داخل الدار، راه عندك واجبات وعندك 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 التزامات، فما يمكنش اننا حنا دائما كناخذوا غير الواجبات ديال من عند الناس والالتزامات ديالنا حنا ما نوفيش بهم ابدا. خصنا نعلموا وليداتنا، هذا هو اللي خلانا اننا كنعيشوا في واحد المجتمع اللي ولاو فيه الناس ما بقاش عندهم غرض بالواجبات، ولا عندهم غرض ديالهم هو انهم اش غادي ياخذوا هما. ملي كتكلم على البلاد كيقول اش جات لي انا البلاد. نعم. اش فعل لي فلان اش فعل لي، ولكن انت اش عملتي؟
يعني ربما اخذ وعطاء، ربما كوتش غير مساله اللي خاص الوالد يكون يتفاداو هو داك العنف، العنف سواء النفسي او اللفظي او الاقتصادي. الانسان يعرف كيفاش يتعامل مع ولاداته بلا ما يمارس عليهم العنف، لانه كتكون تبعيه من بعد السنه الثالثه ودخل المدرسه غادي يكون عنده 8 سنين 9 سنين غادي يكون عنده في العمر ديال 10 سنين مثلا. هاد الدري ديال 10 سنين باقي مازال كيتربى، خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه، وخصنا نعرفوا بانه كاين وقيته اللي خصو يكون خارج في الزنقه يلعب ما كاين مشكل، وكاين وقيته اللي هي وقت الدراسه. السنه الدراسيه كتعطينا برنامج خاص، خارج السنه الدراسه عندنا برنامج اخر، ماشي نعملوا بحال عطله الصيف بحال الوقت اللي كنقراو ما يمكنش. فاذا لابد لما كتبدا السنه الدراسيه كيبدا عندنا برنامج جديد ديال العمل اللي هو فيه وقت الدخول محدود، وقت الخروج محدود، وقت اللعب محدود، وقت القرايه محدوده، وقت النعاس محدود. خصنا نوازيو بين هاد الاوقات هذه كلها. الا ما عرفناش نتحكموا في التوقيت الزمني ديالنا ديال وليداتنا، راه الحال ما غاش هاد الوليدات ديالنا ما غنلقاوش النتيجه ديالهم في اخر السنه. في الباديه هو اكثر، في الباديه خصنا نعرفوا كيفاش نتحكموا في وليداتنا، لان وليداتنا امام واحد المجتمع اللي فيه الفراغ والطبيعة ولا تقبل الفراغ. فالوليدات كيخلقوا لنفسهم أشياء اللي هي كيبتكروها اللي ربما تكون مضرة لهم. وهذه القصارة ديال الليل باش ولد في 10 سنين أو في 9 سنين يبدأ يخرج يقصر في الليل مع الدراري ويجي معطل، معناه أنه كاين شي حاجة أخرى اللي كتخليه أنه يخرج. راه خاصك تبحث هاد الولد هذا فين كيمشي كيقضي الليل ديالو. لذلك خصك انت تعمل المجهود ديالك، ما تقولش ودي انا ظريف معاه، وانما في هاد الوقت هادي ديال السن ديال 7 سنين 10 سنين لا بدا من شويه ديال الصرامه باش نربيو وليداتنا ونتحكموا في المستقبل ديالهم. والا راه غادي يضيع عليك الوليد ديالك وما تلقى ما تشد فيه من بعد. نعم. بعد 10 سنين راه كيولي الخطر. كنت يوسف ما سخيناش بيك ولكن الوقت مر بسرعه. شكرا جزيلا لك، كنتمنى سنه سعيده للجميع متتبعي اكاديميه ميد راديو. نتلاقاو بهم السنه الجايه ان شاء الله. لا غنتلاقاو قبل يوم الاربعاء هو اخر يوم السنه ان شاء الله. الخميس اللي غنشوفوك حتى العام الجاي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لك كوتش يوسف بصير، مدرب في اطار التطوير الذاتي، على كل هذه المعلومات اللي تقدمتيها معنا. واكيد ان الموعد غيتجدد بك باذن الله الاسبوع المقبل ان شاء الله. محمد كنشكركم اوفياء انا الكرام دائما اللي معنا في الاستماع، بقوا معنا. غنعطيكم لحظه مع هذا الاختيار في انتظار انني نودع كوتش يوسف ونستقبل جميع الاستاذ سعيد ناوي للاجابه عن كل اسئلتكم القانونيه. بقوا معنا ما تمشيو فين.